موجود دلوقتي انا في موتور ون. بعمل ايه بقى في موتور ون النهارده؟ جايين نتكلم عن العربيات الموديل 2021 الجديده اللي نزلت في موتور ون. تعالوا نبص عليها. دي العربيه الكيا سيراتو ال 2021 الجديده، التوب لاين اللون الابيض. مش هتلاقوا العربيه باللون ده في حتت كتير، بمقدم 60,000 جنيه. ودي الاوبل استرا ال 2021 برضو الجديده، بمقدم 60,000 جنيه. ودي العربيه الفيات التيبو ال 2021 بمقدم 60,000 جنيه. ودي العربيه الكيا سبورتج الهاي لاين بلس، ودي برضو قليله مش هتلاقوا منها كتير في السوق، بمقدم 120,000 جنيه. ودي العربيه الكيا سبورتج الخليجي، وصلت دلوقتي موتور وان بألوان كتير، والمقدم بتاعها 80,000 جنيه. عندك بعد كده دي العربية الشفورليه الأوبترا بمقدم 40,000 جنيه. ودي العربية الشيري أريزو بمقدم 30,000 جنيه. ودي العربية السي إليزي ستروين ال 2021 بمقدم 35,000 جنيه. ودي السيات ابيزا الاف ار بمقدم 60,000 جنيه. ودي العربية السيات ليون بمقدم 90,000 جنيه. ودي العربية البيجو ال 301 ال 2021 وبمقدم 40,000 جنيه. كل الكلام ده موجود في موتور ون.